سيارة SUV جديدة من العلامة الصينية جيلي، ستار 2024. بشكل سريع نبدأ تقييم السيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن أحدث السيارات اللي وصلت بالفترة الأخيرة لأسواقنا من الصانع الصيني جيلي، ستار. طبعا مثل ما نلاحظ سيارة بتصميم جديد، تصميم عصري، تصميم مبتكر، تصميم جميل جدا لأبعد الحدود. فقبل ما نبدأ بهذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا ستار هي بديلة لسيارة الأذكارة اللي كانت بالسابق. طبعا سيارة بشكل كامل ما شاء الله، تصميم جديد وغير تقليدي وغير اعتيادي، تصميم جذاب متماشي مع 2024. نجي للواجهة الأمامية، مثل ما نلاحظ طبعا الواجهة الأمامية الشبكة الأمامية تصميم جميل وعصري. عندنا كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية ناخذ منها 360 درجة، وحساسات أمامية ورادار أمامي. مثل ما نلاحظ هذه الواجهة الأمامية طبعا تفاصيلها كثيرة ومتنوعة. هنا عندنا إضاءات مثل ما نشوف الـ LED بهذه الزاوية، وهنا العالي والواطي كله بجاي بهذه الزاوية. طبعا هنا شعار جيلي، أكيد شعار جيلي الجديد مضيء بشكل كامل. وهذه السيارة طبعا مثل ما نلاحظ الخط اللي هو باللون الأسود اللمع اللي جاي بهذا أسفل السيارة بشكل كامل. اللون الأزرق رهيب كذا، لون ما شاء الله جذاب. وهنا مثل ما نلاحظ السيارة عليها عدة خطوط، سواء على الغطاء المحرك أو في الجزء الجانبي فيها خطوط وزوايا حادة كثيرة. والجزء السفلي طبعا مثل ما نلاحظ باللون الأسود. عندنا هنا إشارات بمرايات، المرايات عندنا مدمجة بالنوافذ بالإضافة للمرايات باللون الأسود، وفيها إشارة انعطاف، فشيء جميل وجذاب. عندنا هنا دخول ذكي، أكيد سقف بانوراما، عوارض بالسقف. وعندنا هنا جناح خلفي وحساسات خلفية. هذه السيارة طبعا مثل ما نلاحظ حساسات الخلفية وكاميرا خلفية أكيد، سقف بانوراما. عندنا هنا مثل ما نشوف أنظمة الاستعارة اللي موجودة في الواجهة الأمامية. كسيارة طبعا مثل ما نلاحظ عليها بلاستيك بشكل كامل حماية للسيارة للجزء السفلي. وعندنا كمان بهذه الزاوية الجنط ما شاء الله باللون الأسود الفضي، طبعا متغطي كأنه بالكامل كذا، كالبرات بالداخل. الدخول الذكي مثل ما ذكرنا على باب السائق والراكب الأمامي. طبعا اغلب الاجزاء اللي موجود عليها باللون الاسود اللمع، هنا العوارض اللي بالسقف كمان. خلونا نتكلم عن محرك او القلب النابض. اذا جينا للقلب النابض او محرك جيلي ستار 2024، نتكلم بالتحديد عن محرك سعه 2000 سي سي رباعي الاسطوانات، مدعوم اكيد بشاحن توربيني الاحصنة 218 حصان، ونتكلم عن العزم 325 نيوتن، مرتبط بناقل حركه اوتوماتيك، امكانيات جدا عاليه. استهلاكها بالبنزين نتكلم عن كلية البنزين تمشينا بالسيارة 14.9 كيلو، التقييم ممتاز، بنزين 95 دفع أمامي 2024 أوتوماتيك، فإمكانيات جدا عالية. بالنسبة للتسارع من 0 إلى 100 في 8 ثواني. عندنا خزانة وقود على جهة الراكب، سعة خزانة وقود نتكلم عن 54 لتر، فمساحتها أو سعة الخزان ممتاز. وهذا هو المحرك بشكل كامل. طبعا عندنا بطانة داخلية، البطانة هذا تقلل الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل. أساسا السيارة ما شاء الله فيها عزل بطبيعة الحال ممتاز. والحين خلونا نتكلم عن التصميم الداخلي أو الجزء الداخلي في جيلي ستار 2024. وكالعادة يا سادة نبدأ أكيد بالمقصورة الخلفية. وعندنا هنا مثل ما نلاحظ اول ما نفتح الارباقات، المراتب كلها فيها ارباقات. وعندنا هنا
حاملة أكواب وتكهب بالوسط، فتحات تكييف بالخلف، مثبت المطبط الأطفال أو الأيزوفيكس موجود، وهنا النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، مساحة تخزين بالأسفل أكيد موجودة. وهذه السيارة ونجلس فيها بهذه الطريقة، مساحة التخزين موجودة هنا، فتحة التكييف اللي موجودة بهذه الزاوية بالأسفل، سقف بانوراما، إضاءات داخلية LED، المساكات موجودة هنا ما شاء الله، كمساحة ممتازة خاصة لما ترفع المسند. فطبعا المرتبة راجعة للأخير، مع ذلك يعني ما نقول بأريحية كاملة، شايفين انتم مساحة بين المرتبتين، فهذه راجعة شوية بزيادة عن هذه، فلكن لازال في إمكانية جلوس. عندنا إرباقات موجودة هنا، خلونا نجي للناحية الثانية ونشوف بشكل سريع. ونجي للناحية الثانية، طبعا المساحة ممتازة، إنفينيتي طبعا السماعات، بإمكانك تطوي المرتبة بكل بساطة، بس برفع أو تنزيل بكل بساطة، بإمكانك تحرك مسند الرأس كمان متحرك. طبعا خيارات كثيرة ومتنوعة. نجي لهذه الزاوية وبنشوف طبعا للراكب برضو بإمكانك تحرك بكل بساطة. هذا الجزء بشكل كامل من الكروم مثل ما نلاحظ بصمة إنفينيتي، وهنا مثل ما نشوف باللون الأسود البيانو بلاك بشكل كامل. الأبواب طبعا فتحة بكل بساطة خفيفة لأبعد درجة. طبعا سعر السيارة، بالنسبة لسعر السيارة نتكلم عن 115,000 ريال شامل الضريبة، وهذه هي من الناحية الثانية. طابع اللو باللون الأسود منتشر في السيارة، عندنا مراتب تحكم فيه كهربائي بشكل كامل، بيانو بلاك، إرباقات طبعا هنا شمواه بشكل كامل. بإذا جينا لناحية السائق، نلاحظ النوافذ كلها التحكم فيها هنا بهذا الزر، القفلة المركزة بالضبط بالإضافة. خلونا ندخل فيها بهذه الطريقة. عندنا أوامر صوتية، حفاظ على المسار، خروج من المسار، كله موجود. الدركسون طبعا ما شاء الله مثل ما نلاحظ، عندنا تشغيل السيارة بالبصمة، حاملة أكواب، هذا الجزء كله بيانو بلاك مع هذا الجزء، دركسون مكتب الجلد. هذه الشاشة طبعا مثل ما نشوف، فتحات للتكييف، وهذه الشماسات مراية بالكامل ما شاء الله، من ضمن الحاجات الجديدة اللي ألاحظها طبعا، غير المراية اللي بالعالة في مراية بالأسفل، ما شاء الله من الأشياء الجميلة في السيارة. وهذه بشكل كامل طبعا، هنا شاحن لاسلكي، هنا تشغيل فلشر، زجاج بالكامل، الجير، البريك الإلكتروني، هنا شاشة عدادات ديجيتال، هنا أوتو للإضاءة طبعا التحكم فيها بشكل كامل. وهذه هي السيارة بشكل كامل، جيلي ستاري 2024. أتمنى التغطية، أتكلمنا عن تجهيزاتها ومواصفاتها. طبعا مثل ما نلاحظ التصميم الخارجي غير تقليدي وغير اعتيادي من سيارات جيلي، تصميم جميل وجذاب عكس أو باقي أو غير باقي سيارات جيلي، تصميم جديد بالكامل. وغير كذا مواصفات السيارة كثيرة ومتنوعة، عندنا هنا الجنوط جايب تصميم جميل وجذاب، مواصفات السيارة متنوعة وكثيرة، عندنا سقف بانوراما من ضمن الخيارات، طابع اللون الأسود منتشر بالسيارة سواء على مستوى التصميم الداخلي والخارجي، كنظام سلامة بالسيارة، الباقات وهذه كلها موجودة، كأنظمة استعارة خروج على المسار كلها موجودة، كنظام ترفيه بالسيارة كمان برضه، منافذ USB وشاشات كلها متنوعة. فالسيارة فيها تفاصيل وفيها تجهيزات كثيرة، حبينا نغطيها لكم بشكل سريع، نعطيكم تقرير بسيط. بإذن الله التغطية الجاية أو التصوير الجاي بناخذ فيه تست درايف ونشوف مع بعض تفاصيل السيارة بشكل أكثر على الطرق. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، مثل ما ذكرنا في البداية راح نكررها في النهاية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله.